بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي دكاترة إن شاء الله المحاضرة التانية في Salivary Glands. نفتكر مع بعض كده المحاضرة اللي فاتت ابتدينا نتكلم على Basic Structure of Salivary Glands. عرفنا إن في Parenchymal Element أو Epithelial Part بتاعنا و Connective Tissue Element أو Connective Tissue Stroma. اتكلمنا بالتفصيل على Secretory Cells وخدنا مقارنة ما بين السيرس والميوكاس أسيناي بالتفصيل، واتكلمنا عن Non-Secretory Cells زي Myo Epithelial Cell والOncocytes، وهنتكلم دلوقتي بالتفصيل عن الدكت سيستم. الدكت سيستم بقسمه حسب مكان الدكت لإنترالوبيولر أو ducts within the lobules. طيب كلمة intra معناها inside. What's meant by lobules؟ السليفري جلاند بتتقسم لفصوص كبيرة بسميها loops. يبقى اللوب ده الفص الكبير بيتقسم لفصوص أصغر اسمها lobules. يبقى lobules دي تصغير زي كلمة تصغير لكلمة loop. يبقى loop الفص الكبير بيتقسم لفصوص أصغر اسمها lobules. فintralobular ducts معناها ducts within أو inside the lobules. دي بتشمل حاجتين intercalated وstriated duct. intercalated اللي هي أصغر duct اللي بدي على طول من السكريتوري portion، يليها الstriated في الحجم أكبر منها. لو بصينا هنا على الرسمة دي هنلاقي intralobular ducts، ادي الفصوص اهي ده كتر اللي احنا بنقول عليها، ده كده اسمه لوبيول وده لوبيول تاني. فكلمة intralobular معناها هدور على الدكت inside the lobule، محشورة اهي inside the lobule ما بين الأسيناي وبعضها intralobular ducts. طيب لو طلعنا بره اللوبيول يعني between one lobule and another lobule هلاقي في حاجة اسمها interlobular duct. بكلمة interlobular means between lobules، يبقى in the connective tissue between the lobules. زي الدكت اهي دي موجودة في الconnective tissue اللي بيفصل لوبيول عن التاني، دي كلمة interlobular. طيب interlobular duct بتشمل الexecretory duct والمين دكت أو القناة الرئيسية اللي بتفتح في الأورال كافيتي واللي بيبقى اللايننج بتاعها شبه بتاع الأورال كافيتي اللي هو ستراتيفايد سكويموس إبيثيليوم نان كيراتين. نبتدي أول حاجة بالإنترالوبيلر دكت أو دكت ويذين ذا لوبيولز. إنتركاليتد دكت، لو بصينا على إنتركاليتد دكت احنا اتفقنا دي أول حاجة بتطلع من السكريتوري بورشن، أول دكت بتطلع من السكريتوري بورشن، بالتالي بتبقى سمول إن دايامتر. لو احنا بصينا على الديامتر بتاعها القطر بتاعها ده طبعا دي كده متاخده ال اس، يعني متاخده بالطول دي الدكت وهي ماشيه بالطول. لو انا تخيلت ان باخد فيها كروس سكشن يبقى الديامتر بتاعها سمول ديامتر، سمول ديامتر، واليومن بتاعها ضيق اهو نارو اليومن. اللايننج بتاعها بيبقى سيمبل كيوبويدال سيلز او لو كيوبويدال سيلز، لو كيوبويدال سيل ويز سنترال نيوكليي. ادي النيوكليوس اهي، لو هبص بالالترا ستراكشر لو كيوبويدال سيل وليها سنترال نيوكليوس. السيتوبلازم بتبقى كميه بتاعته ليتل اماونت، ليتل اماونت اوف سيتوبلازم، وبالتالي بلاقي كل الاورجانيلز اتكلمنا فيها قبل كده بس بكميه اقل. يعني عندي فيو ار اي ار ده الرف اندوبلازميك ريتيكولم، وعندي سمول جولجي برضو كميه الجولجي قليله، سمول جولجي كومبلكس. عندي في الابيكال سيتوبلازم كمان مهمة قوي في فيو سيكريتوري جرانيولز، فيو سيكريتوري جرانيولز دي مهمة قوي هتبقى ريليتد للفانكشن بتاع الدكت كمان شوية. لو بصينا على الابيكال بارت بتاع السل، ابيكال بارت اللي هو ناحية اليومن او ناحية التجويف بتاع السل، ببص الاقي ليه صوابع صغيرة كده او فيو مايكرو فيلاي، فيو مايكرو فيلاي. طبعا السيلز كلها بتاعت الدكت بتبقى مع الادجيسنت عامله حاجه اسمها جانكشنال كومبلكسز وديزموزومز، يبقى كونكتد مع الادجيسنت سيلز بجانكشنال كومبلكسز اند ديزموزومز. النوع ده من الدكت او الانتركاليتد دكت بتبقى لونج وبرانشنج ونيوميرس. في انهي نوع من الجلاندز؟ دايما بلاقيها نيوميرس في البيور سيرس جلاند زي الباروتيد بتاعه الادلت. يا باروتيد ادلت هلاقي فيها long intercalated duct أو numerous intercalated duct.
بالنسبة للفانكشن بتاعت أي دكت، دايما أول حاجة أتكلم عليها الأول إن هي وظيفة الدكت تنقل السكريشن. هتنقل السكريشن من الجزء اللي قبليها للجزء اللي بعديها. يعني لو هتكلم على الانتركاليت الدكت، الجزء اللي قبليها هيبقى السكريتوري بورشن، طب واللي بعديها مين؟ هتبقى السترايت الدكت. يبقى كلمة convey معناها بتنقل السكريشن، ودايما كده نتعود أول فانكشن هقولها في أي دكت هي كلمة convey ده سكريشن. تاني حاجة secretory function، لو نفتكر في الالترا ستراكشر في السلايد اللي فاتت قلت لكم في few secretory granules، فوجدوا ان ال cells of the proximal part of the intercalated ducts share in secretion او have secretory function. كلمة proximal part of intercalated ducts معناها الجزء من الدكت اللي قريب للسكريتوري بورشن، بسميه proximal part. يبقى الجزء اللي طالع مباشرة قريب للأسينس ممكن بيشارك معانا في السكريشن، دي معناها كلمة proximal part of the intercalated ducts. تالت حاجة intercalated ducts بتطلع لي انزيم اسمه لاكتوفيرين، وده ليه antibacterial function. رابع حاجة لو تفتكروا المايكروفيلاي الصغيرة اللي كانت موجودة عند الابيكال سيتوبلازم عاملة زي الصوابع كده، فدي بتقدر تعمل عملية ري أبزوربشن، يبقى بتمتص بروتينز from the lumen. يبقى السلايفا وهي معدية في اليومن أو في تجويف الدكت تقدر خلايا الدكت تمتص أو ري أبزورب بروتين from the lumen. نمبر 5 آخر وظيفة الانتركاليتد، إن هي السلس بتاعتها ممكن تعمل proliferation بتتكاثر وديفرنشيشن وتتميز. Why the intercalated duct cells may proliferate and undergo differentiation to replace any damaged or dying cells, whether in the secretory portion في الجزء اللي قبليها or in the striated duct يعني في الجزء اللي بعديه. الخلايا الجذعية اللي موجودة في السليفري جلانز وجدوا ان هي موجودة في الانتركاليتد ducts عشان تحل محل اي خلايا بتموت او بتحصل لها دامج. ودول خمس وظائف بتوع الانتركاليتد ducts. الانترالابيلر ducts لسه مكملة معايا، هناخد النوع التاني اللي هو striated duct. striated احنا قلنا هي بتليق بعد الانتركاليتد على طول، يبقى الديامتر بتاعها هتبقى larger عن الانتركاليتد. ادي striated duct اهي، برضو intralobular يعني محشورة جوه اللوبيول او ما بين الاسيناي، ما طلعناش للكونكتيف تيشو اللي ما بين اللوبيول والتاني. ادي striated duct اهي، الديامتر بتاعها تبقى larger in diameter. اللايننج بتاعها بيبقى columnar cells، columnar cells with central nuclei، يبقى central rounded nuclei والخلية نفسها بتبقى columnar. السيتوبلازم بتاع الدكت دي بيبقى لونه pale eosinophilic، لونه إيزينوفيليك، حتى بيسموها pink necklace، عاملة زي العقد اللونه pink، pink necklace appearance. إن السيتوبلازم بتاعها بيبقى إيزينوفيليك وبيبقى فيها striations، وعشان كده اسم striated duct. في striations في الدكت دي، إنما الstriations دي ما هياش بيزوفيليك. ما هياش بيزوفيليك زي مين؟ لما خدنا في السيروس أسينس وقلنا إن فيها بيزوفيليك بيزال striations، لا هنا الستريشنز دي مش بيزوفيليك، ولما نعرف سببها هنعرف هي ليه مش بيزوفيليك وان هي ايزينوفيليك. كلمه prominent basal striations ليه واي اللي خلى فيه خطوط موجوده بيزل في الستريتد داكت، وبالتالي جه اسمها اللي هي كلمه ستريتد داكت. prominent basal striations due to حاجتين، والحاجتين نقولهم لو جالي جيف ريزون في الحته دي. لو بصينا في الالترا ستراكشر هلاقي basal numerous basal infoldings، numerous basal infoldings يعني في تنايات في البيزل سيل ممبرين. طبعا البيزل انفولدنجز دي الهدف منها ان هي بتزود السيرفيس اريا بتاعه السيل في المنطقه دي، يبقى numerous basal infoldings. السبب الثاني radially arranged parallel mitochondria، يبقى هنا في numerous radially arranged أو parallel mitochondria. شايفين كمية الميتوكوندريا اللي هي source of energy بتاعنا كتيرة جدا، يبقى السببين دول هما اللي بيخلوا عندي في prominent basal striations. السيل organelles المعتادة برضو موجودة بس بكميات قليلة، يعني عندي few أو small Golgi
فيو راف اندوبلازميك ريتيكولم، انما اللي كميتها كتيره قوي هي الميتوكوندريا زي ما قلنا في الجيفريز. الاقي برضو السيلز اتاتشد تو ايتش اذر باي جانكشنال كومبلكسز اند ديزموزومز. نيجي للفانكشنز اوف سترياتيد داكتس. اول حاجه هنبتدي بكلمه كونفي، يبقى بتنقل السكريشن من فين لفين، هننقله من الجزء اللي قبلينا اللي هو انتركاليتيد داكت للجزء اللي بعدينا اللي هو اكسكريتوري داكت. نمبر 2 دي موديفاي ذا سلايفا. موديفاي معناها هتعدل السلايفا اللي بتعدي من خلالها. طيب هاو دي لاقيها متفسره عندي في نمبر 3 ان بيحصل موديفيكيشن للسلايفا عن طريق ري ابزوربشن او امتصاص صوديوم اند كلورايد ايونز from saliva and secretion of potassium and bicarbonate. يبقى خلايا الستريتد داكت سيل بتعمل ايه؟ الستريتد داكت خلاياها بتسحب الصوديوم اند كلورايد ايونز، بتسحب املاح من السلايفا وبتحط بتعمل سكريشن لبوتاسيوم وبايكربونات. طيب دلوقتي احنا سحبنا حاجات وعملنا سكريشن لحاجات تانية. لو انا بسحب املاح وبحط املاح يبقى كده ما عملناش حاجه. لا، ده هو عمليه الري ابزوربشن او الامتصاص اكسيدز يعني زياده عن عمليه السكريشن، وبالتالي السلايفا بتتحول من محلول هايبرتونيك او ايزوتونيك. كلمه هايبرتونيك معناها نسبه املاح عاليه، او ايزوتونيك يعني تقريبا متعادل، الى هايبوتونيك سوليوشن. يبقى السلايفا هتسيب الستريتد داكت في شكل هايبوتونيك معناها فيها نسبه املاح اقل. يبقى عمليه الري ابزوربشن اكسيد سكريشن، وبالتالي سلايفا تشينج فروم ايزو اور هايبرتونيك سوليوشن انتو هايبوتونيك سوليوشن. طيب والبيكربونات قصته ايه في الموضوع ده؟ ان هو بيعمل بافرنج او بيعادل البي اتش بتاع السلايفا عشان يخليه نيوترال. يبقى بافرنج ذا بي اتش اوف سلايفا. نمبر 4، striated duct cells secrete enzymes اللي هم lysozymes which have antibacterial function. تابع الفانكشنز بتاعت striated ducts ان هي فيها enzyme اسمه calicrine enzyme responsible for water and electrolyte balance. iodine concentration takes place in striated duct cells. They add amylase enzyme from the serum to the saliva. Amylase enzyme is a digestive enzyme. Growth factors are released by striated ducts into the saliva. Examples for the growth factors are the epidermal growth factor and nerve growth factor. نيجي للinterlobular ducts أو ducts between the lobules اللي هي كانت بتشمل excretory duct and main duct. ببص الاقي excretory duct لو هي لسه قريبة من الstriated بتاخد اللايننج بتاعها اللي هو دول كولامنر سيلز، انما من غير سترايشنز مفيش البيزا سترايشنز او بتبقى فيري فيو عشان تختفي خالص بعد كده. طب الانترلابيلر داكتس لو بعدت شويه عن السترايتد بتبقى لايند باي سودو ستراتيفايد كولامنر سيلز ويذ جوبلت سيلز. يبقى سودو ستراتيفايد كولامنر ايبيثيليوم ويذ جوبلت سيلز. الدكت لما تكبر شوية بحيث ان احنا وصلنا للمين دكت هيبقى اللايننج بتاعها قلناها قبل كده هيبقى قريب جدا لبتاع الأورال كافيتي اللي هو نان كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم. functions of excretory ducts ببتدي بكلمة convey، تنقل secretion towards the oral cavity. تاني حاجة they have the ability to reabsorb or to modify the saliva. how؟ عن طريق reabsorption of sodium and chloride and secretion of potassium and bicarbonate. يبقى بتكمل الشغلانة بتاعت الستريتد داكت. وزي ما اتفقنا داكت reabsorption exceeds أو بيبقى زيادة عن secretion of potassium and bicarbonate. يبقى ايه الاند ريزلت هنا؟ الاند ريزلت ان احنا بنحول السلايفا من ايزو or hypertonic solution into hypotonic solution. احنا كده يا دكاتره خلصنا الدكت سيستم، اتكلمنا المحاضره اللي فاتت عن الاسيناي وعن النون سيكريتوري سيلز زي الماي ايبيثيليال سيل والانكوسايت، واتكلمنا على الدكت سيستم. احنا كده استوفينا الجزء الايبيثيليوم بارت او البارينكيما. بالنسبه للكونكتيف تيشو اليمنتس احنا
احنا عارفين مكونات الكونكتيف تيشو: السيلز، فايبرز، وجراوند سبستنس زي جلايكوبروتينز اند بروتيوجلايكان. طيب قبل ما اتكلم في البلاد فيسلز يا دكاتره، هو الكونكتيف تيشو موجود فين في الجلاند عندنا؟ هو بالنسبه للميجر سليفري جلاندز، الكونكتيف تيشو ده بيعمل لنا كبسول بيحوط السليفري جلاند الميجر بكونكتيف تيشو كبسول. من الكبسول ده بتبدا تظهر فواصل من الكونكتيف تيشو اللي احنا بنسميها كونكتيف تيشو ثابته، اللي بتقسم لي الجلاند انتو لوبس اند فيرذر سمولر لوبيولز. يبقى دول الكونكتيف تيشو، ان هو بيعمل لي كونكتيف تيشو كبسول، ومن الكبسول ده بتخش تفريعات جوه الجلاند تقسمها الى لوبس ولوبيولز. عشان بس تتخيلوا معايا الكونكتيف تيشو ده موجود فين في الجلاندز بتاعتنا. بالنسبه للبلاد سبلاي، بيدخل مع الاكسكريتوري دكت ويبدا يتفرع لفروع اصغر فاصغر لغايه لما يوصل للبلاد كابيلاريز. بلاقي فيه شبكه غزيره او دنس كابيلاري نتورك فين؟ لغايه لما اوصل لمستوى الاسترايت الدكت، وهنا عملنا لكم ستار تيك كير. احنا عايزين نزود قصه الدنس كابيلاري نتورك دي لما اجي اتكلم عن الهيستولوجي بتاع الاسترايت الدكت. يعني هنزودها لو سمحتوا في الهيستولوجي، ان بلاقي فيه دنس كابيلاري نتورك ان ذا كونكتيف تيشو بينيث ذا استرايت الدكت. وده منطقي طبعا، الاسترايت الدكت عشان تعمل موديفيكيشن السلايفا، عشان تعمل ري ابزوربشن لاينز وتعمل سكريشن لاينز، لازم تكون قريبه منها بلاد فيسلز. انما لو بصيت على الانتركاليتد دكت والسكريتوري بورشن هلاقي لس كابيلاري لوبس. لس كابيلاري لوبس ليه؟ لان انا هنا ما بعملش موديفيكيشن او مش محتاجه اعمل ري ابزوربشن وسكريشن كتير. ارتيري فينوس انستوموزز او شنت، يعني في توصيلات او كونكشن ما بين الارتريز والفينز جوه السليفري جلاندز. بالنسبه للنيرفز، الانيرفيشن طبعا جزء كبير عندنا، فاحنا هنركز على الحاجات المين بوينتس. ان انا النيرفز عندي بتبقى ان مايلينيتد اكسونز، يبقى without مايلين شيث، but they are surrounded by the cytoplasmic processes of the Schwann cells. يبقى الاكسونز are ان مايلينيتد but they have cytoplasmic processes of the Schwann cells. They follow the course of the blood vessels. عشان توصل برضو في الاخر ان هي بتعملي بلاكسس او شبكه قريبه لغايه لما توصل للسكريتوري بورشن، لغايه لما توصل للسكريتوري بورشن. يبقى النيرفز بتمشي مع الكورس بتاع البلاد فيسلز وتتفرع معاه عشان تدي لي تفريعات اصغر فاصغر لغايه لما يوصل للسكريتوري بورشن. انيرفيشن، انيرفيشن او النيرف سبلاي، في انيرفيشن للسكريتوري سيلز. بلاقي فيه تو باترنز، انا اكتفي ان احنا نعرف اساميهم: انترا ايبيثيليال تايب اوف انيرفيشن وفي سب ايبيثيليال تايب. هو الفرق ما بين التو باترنز دول هي المسافه ما بين الاكسونز وما بين السكريتوري سيلز. يعني في المسافه هنا انترا ايبيثيليال بتبقى اصغر بكتير من سب ايبيثيليال تايب. يبقى احنا هنعرف بس اسامي الباترنز دي بالنسبه للانيرفيشن اوف سكريتوري سيلز. وفي انيرفيشن للدكت سيلز طبعا. طيب الاستيميليشن بتاعنا او nerves belongs to the autonomic nervous system، يعني اما في sympathetic او parasympathetic. يبقى الانيرفيشن بينتمي او nerves بتنتمي للautonomic nervous system، يعني عندي sympathetic و parasympathetic stimulation. بس الاكستنت اوف participation، نسبة المشاركة بتختلف. يعني انا في الوضع العادي اللي شغال عندي او prevalent الغالب هو parasympathetic، الغالب هو الاستيميليشن parasympathetic. انما السيمباثيتك ده بيحصل under stress. طب يا ترى ايه الفرق ما بين الاستيميليشن ده والاستيميليشن ده؟ لو انا عندي sympathetic stimulation اللي هو بيحصل under stress، اولا نبقى عارفين sympathetic ده بيبقى intermittent، يعني متقطع مش حاجة دايما. sympathetic stimulation is intermittent and leads to thick viscid saliva small amount. يبقى السلايفا لما بتطلع لو انا عندي sympathetic stimulation زي في حالات الاسترس، ليه الواحد بيقول ريقه ناشف؟ لان كميه السلايفا قليله small amount، وبتبقى thick and viscid. thick and viscid يبقى غالب عليها الميوكس اكتر. انما parasympathetic stimulation زي ما قلت هو ده prevalent او الغالب، ما هوش intermittent. لو في parasympathetic stimulation ده بيعمل لي profuse watery secretion.
profuse يعني كميته كتيرة، watery يعني اللي غالب عليه طبيعة السيرس أكتر. وكده دكاترة ناخد بالنا الفرق ما بين الاتنين، وزي ما اتفقنا الباراسيمباثيتك هو prevalent أو هو اللي غالب. types of human salivary glands، نفتكر كده كان في عندنا major salivary glands اللي هما parotid submandibular and sublingual glands والminor salivary glands labial and buccal palatine glossopalatine and lingual glands. طيب الميجور salivary glands هنذكرها في شكل مقارنة ما بين الباروتيد والسبمانديبولر والسبلينجول، وهنركز مع بعض على نقط كده في المقارنة. أول حاجة حسب السايز، فبقول إن الباروتيد دي بتبقى the largest، باروتيد بتبقى the largest in size، أدي الباروتيد. سايت مكانها فين الباروتيد؟ بقول بيبقى عندي هنا في جزء superficial portion، الجزء الكبير superficial in front of the external ear، وفي جزء صغير small part بقول عليه retromandibular يعني مستخبي ورا الرينس، يبقى with a small part retromandibular يعني behind the rims. Secretion of the parotid، parotid في ال adult age بتبقى pure serous، إنما في الانفانت أو old age بلاقيها mixed predominantly serous. المين دكت بتاعت الباروتيد، لازم نحفظ اسم المين دكت بتاعت كل جلاند، بالنسبة للباروتيد اسمها ستانسنز دكت، ستانسنز دكت بتعدي كده فوق المسيتر وبعدين بتخرم الباكسينيتور ماسل عشان تفتح في opposite للأبر 7. ولو نفتكر خدناها في دنتال الاناتومي كانت متغطية الأوبنينج بتاعتها بحاجة اسمها باروتيد بابيلا. لو جينا نتفرج على الهيستولوجي بتاعها هنلاقي الكونكتيف تيشو كبسول بيبقى well developed أو prominent، في حالة الباروتيد بيبقى كونكتيف تيشو كبسول well developed أو prominent. participation أو نسبة المشاركة في السكريشن بالنسبة للباروتيد بتشارك بحوالي من 25 لـ 30% من السكريشن بتاع السلايف. الدكت سيستم، لو جيت اتكلم على الانتركاليتد دكتس لو تفتكروا قلنا بتبقى نيوميرس ولونج وبرانشنج فين؟ في الباروتيد عشان هي بيور سيرس، يبقى الانتركاليتد بتبقى لونج اند برانشنج، انما الستريتد بتبقى شورتر في حاله الباروتيد. نيجي للسبمانديبولر جلاند، سايز بتاعها following the parotid او smaller than the parotid. السايت بص كده على الرسمه السبمانديبولر جلاند، بقول ان هي بتبقى behind and below the free border of the myelohyoid muscle، يبقى انا بصه كده من الجنب ادي المايلوهايويد ماسل، بلاقي السبمانديبولر في مثلث اسمه سبمانديبولر تريانجل بتبقى موجوده behind and below the free border of myelohyoid muscle with a small tongue like extension above the muscle، وفي جزء صغير خالص above the muscle ادي السبمانديبولر جلاند. السكريشن بتاعها او نوع السكريشن بتبقى ميكسد predominantly serous، main duct submandibular duct، بتمشي المين duct دي عشان تفتح لي تحت اللسان، بتفتح تحت اللسان في منطقة اسمها carincula sublingualis. طب اسم المين duct ايه؟ اسمها Wharton's duct، يبقى Wharton's duct بتفتح في مكان اسمه carincula sublingualis في اخر lingual frenum خالص من تحت ناحية the floor of the mouth. ليها connective tissue capsule. الparticipation في السكريشن بتبقى بنسبة حوالي من 60 لـ 70% of saliva volume. الدكت سيستم عكس بقى الباروتيد، الباروتيد كان عندي الانتركاليتد لونج برانشنج، هلاقي هنا الانتركاليتد شورتر، لكن مين اللي لونجر بقى well developed striated duct. sublingual gland السايز هي بتبقى السمولست، ونفتكر طبعا ان احنا السبلينجوال دي كان في جزء ميجور وفي جزء ماينر، فدايما لما اجي اتكلم على السبلينجوال هتكلم عن الميجور وعن الماينر. السايد بتاعها بتبقى موجوده ما بين الفلور اوف ذا ماوث والمايلوهايويد ماسل، مكان السبلينجوال اهي ما بين الميكوزا بتاعه الفلور اوف ذا ماوث وما بين المايلوهايويد ماسل. السكريشن بتاعها
هاجي هنا افرق بقى، اقول لو انتي سابلينجوال ميجور يبقى ميكسد بريدومينتلي ميوكس، انما لو سابلينجوال ماينور هتبقى بيور ميوكس. بالنسبة للمين دكت بتاعت الميجور سابلينجوال بقول عليها بارثولينز دكت. بارثولينز دكت او المين دكت بتاعت الميجور بتفتح قريب قوي من الدكت بتاعت السبمانديبولر او الوارتنز دكت، بيفتحوا مع بعض في الكارينكولا سابلينجواليس. يبقى بارثولينز دكت بتفتح في الكارينكولا سابلينجواليس near the opening of the submandibular duct، انما الماينور سابلينجوال جلاندز بتفتح بدكتس كتيرة اسمها ريفينس دكتس، حوالي عددهم من 8 ل 20 دكت اسمهم ريفينس دكتس، بتفتح في حاجة اسمها سابلينجوال فولدز. يبقى ناخد بالنا نفرق ما بين الدكت بتاعت السابلينجوال ميجر وبتفتح فين، والدكتس بتاعت السابلينجوال ماينور وبتفتح فين. الوحيدة اللي هلاقي الكونكتيف تيشو كبسول بتاعها poorly developed، poorly developed هي السابلينجوال جلاند، انما الكونكتيف تيشو سبتا لو جيت ابص بقى على الفواصل ما بينها كونكتيف تيشو سبتا هتبقى well developed. يبقى الكبسول من بره بتبقى poorly developed، انما الكونكتيف تيشو سبتا بتبقى well developed. participation in secretion حوالي 5% او اقل من السلايفا فوليوم. الدكت سيستم سواء intercalated او striated بيبقوا poorly developed. minor salivary glands اول حاجة labial و buccal glands نوع السكريشن بتاعهم mixed predominantly mucus. وبنيجي على buccal glands اللي هي بتفتح في ال third molar area بنسميهم molar glands. تاني حاجة في الماينور palatine glands تبقى موجودة في ال posterolateral part of the hard palate، عددهم في ال hard palate 250 في ال soft palate 100 بيوصلوا ل 12 في ال uvula. glossopalatine قلنا glossopalatine ما بين ال palate فوق وما بين ال tongue تحت في حاجة اسمها palatoglossus arches. نوعها ايه glossopalatine؟ pure mucus، ولو نفتكر هي كانت بتعمل جزء من حلقة الميوكس أو الميوكس رينج. بالاتين وجلوسو بالاتين كان بيشاركوا معانا في الميوكس رينج. موجودة فين؟ الجلوسو بالاتين في حاجة اسمها بلاتو جلوسس أرشز أو في الإيزمث ريجم. إيزمث ريجم. بالنسبة للينجوال جلانز قسمناهم لأنتيريور لينجوال أو بلاند النون جلانز، وفي بوستيريور لينجوال اللي هي بتشمل الفون أبنر والوابر. البلاند النون الانتيريور بارت بتاعها بيبقى سكريشن ميوكس بيور ميوكس، انما البوستيريور بارت بيبقى ميكسد بريدومينتلي ميوكس. وبتفتح فين البلاند النون دي؟ بتفتح قريب من اللينجوال فرينم في الفنترال سيرفيس بتاع التونج. الفون ابنر سليفري جلاندز نوعها بيور سيرس، بتفتح تحت مين؟ الكلافت او التراف بتاع السيركمفاليت والفوليت بابيلي. ناخد بالنا بقى الفانكشنز بتاعتها مهمة جدا. طبعا الفون ابنر عشان السكريشن بتاعها بيور سيرس، فأول وظيفة مهمة ان هي بتفتح ليه في الباطم او في الفارو ده عشان خاطر تعمل كليننج للتراف from the food material، وبالتالي بتعمل preparation او بتجهز التيست بادز for new taste stimulus. تاني وظيفة ليها ان فيها protective function عن طريق انزيم اسمه بيروكسيديز انزيم، وكمان ليها digestive function من خلال two enzymes، انزيم اسمه اميليز انزيم مسؤول عن digestion of carbohydrates، وانزيم تاني برضو digestive انزيم اسمه لايبيز بقول عليه lingual lipase. يبقى كده تلات وظائف موجودين للفون ابنر: washing effect، تاني حاجة protective effect عن طريق بيروكسيديز، تالت حاجة دايجستيف فانكشن عن طريق اميليز انزيم ولينجوال لايبيز. طيب في سؤال بقى مهم، give reason why lingual lipase in infants is او has a major role in lipid digestion. يبقى in infants lingual lipase has a major role in lipid digestion. اشمعنى لينجوال لايبيز اهميته بتبقى واضحه جدا في الاطفال؟
احنا في جسمنا احنا في حاجه اسمها بانكرياتيك لايبيز بتشتغل وتعمل دايجستشن للليبيدز، انما في الاطفال بيبقى لسه البانكرياتيك لايبيز ده ما بيبقاش الليفل بتاعه كبير، بيبقى لسه الليفل بتاع البانكرياتيك لايبيز لو. يبقى بالنسبه لجيف ريزون اجابته هتكون ايه؟ هقول عشان الليفل بتاع البانكرياتيك لايبيز از لو، وفي نفس الوقت الانفانتس دول عندهم هاي ليبيد انتيك او هاي فات انتيك. خلاص بدول السببين اللي بيبقى عندي مهم اللينجوال لايبيز في مرحلة الانفنت. طيب الجلاند اللي فاضلة اللي هي الوابر جلاندز، نوعها بيور ميوكس وكانت بتشارك في الميوكس رينج، بتفتح فين؟ بتفتح في اللينجوال كريبت لما خدنا اللينجوال تونسلز بالتفصيل في السبيشاليز ميكوز. يبقى خدوا بالكو في بقى جيف ريزون كمان. Why von Ebner salivary glands are pure serous while Weber glands are pure mucus. يبقى في وظيفة ليه لازم الفون أبنر تكون سيرس وليه الويبر لازم تكون ميوكس. لو فكرنا فيها كده، من مكان الفون أبنر هي موجودة بتفتح تحت الترف، يبقى لازم يكون سيرس سكريشن عشان يعمل واشنج، واشنج للترف from the food material، وبالتالي التيست بادز تقدر تستقبل تيست سنسيشن جديدة. طيب وبالنسبة للويبر هي ليه بيور ميوكس؟ قال لي عشان ميوكس ده بيعمل انترابمنت، بيعمل انترابمنت للمايكرو اورجانيزم. الوابر موجوده في اخر جزء في الاورال كافيتي، فبالتالي مسؤول عن الدفاع ان هي تمنع اي مايكرو اورجانيزم ان هو يخش اكتر من كده. يبقى الوابر بيو ميوكس عشان يعمل انترابمنت، كانه بيصطاد المايكرو اورجانيزم في اللينجوال كريبت، وبالتالي نشتغل عليها بالليمفوسايتس، تجمعات الليمفوسايتس او الليمفويد فوليكلز اللي خدناها في اللينجوال تونس. هناخد بقى ده جيف ريزون تاني ليه الفون ابنر بيور سيرس إنما الوابر بيور ميوكس. saliva main function طبعا of salivary glands is the production of saliva. definition بتاعها saliva is a complex fluid produced by salivary glands. the main role or major role of the saliva is maintaining the well-being of the mouth. بتحافظ على الماوث كله أو الأوركل كافيتي كلها مش بس الأسنان بتاعتنا. الدليل على كده البيشنتس بلاقي عندهم في مشكلة في السلايفيشن أو في حاجة اسمها dry mouth أو xerostomia، بلاقي الناس دي عندها mucosal infections كتير وعندها حاجة اسمها rampant caries اللي احنا شايفينه في الصورة ده، حاجة اسمها rampant caries تسوس منتشر كده في الأسنان بالشكل ده. يبقى xerostomia أو dry mouth بتعملي mucosal infections، تعملي rampant caries، طبعا في difficulty أو صعوبة في الكلام في speech eating swallowing. طيب بما ان السلايفا مهمه كده لازم ناخد فكره عن functions بتاعتها. فكره مختصره عن السلايفا، functions بتاعتها main function is protection. protection ازاي؟ through washing of harmful substances. يعني السلايفا بتعمل washing لل harmful substances وبالتالي ده protective function. buffering، ابسط حاجه للbuffering اللي احنا قلنا عليها في البيكربونات، بيعمل buffering لل pH أو بيحافظ إن السلايفا يبقى عندها neutral pH، وده مهم جدا طبعا عشان الأسيدز produced by bacteria ما تعملش enamel demineralization وبعد الإنامل تبوظ الدنتين وهكذا. فكلمة buffering دي مهمة قوي عن طريق البايكربونات. digestion، أمثلة كتيرة خدناها بقى digestive enzymes، يعني قلنا في amylase enzyme وفي lipase enzyme. ناخد بالنا الamylase مين اللي كان بيطلعه، حاجتين مش حاجة واحدة، واللايبيز في جلاند واحدة بس اللي كانت بتطلعه، شوفوها كده وانتوا بتذاكروا كانت مين. التيست سنسيشن، الووشنج اكشن اللي قلنا عليه بتاع السلايفا بيساعد ان التيست بادز دي تشتغل بوظيفة بتاعتها صح، وتقدر تعمل تيست بيرسبشن او تستقبل تيست جديدة. تيشو ريبير، ممكن يحصل ريجينريشن للتيشوز، وسبحان الله الووند هيلينج من الاماكن اللي سريعة جدا تحصل فيها هي الاورال كافيتي. مثال للحاجات اللي بتساعد على التيشو ريبير الإبيديرمال جروث فاكتور. كلمة جروث فاكتورز خدناها في واحدة من الدكتس، ارجعوا كده تاني شوفوها كانت مين. ديفانس أو بروتكتف فانكشن عن طريق الانتي بكتيريال انزيمز، ودي خدنا منها أمثلة كتير، خدنا اللايزوزيمز، خدنا لاكتوفيرين، خدنا بيروكسيديز، وبرضو نعرف كل انزيم كان مين اللي بيطلعه. آخر حاجة طبعا كل ده بنحافظ على التوث انتجريتي او سلامه السنه، وما ننساش ان السلايفا كانت بتساعد بدور كبير عشان فيها كالسيوم وفوسفيت اينز في حاجه اسمها تيرشيري ماتوريشن او بوست ايرابتيف ماتوريشن اللي خدناها لما درسنا الانامل الترم الاولاني.
اوكي يا دكاترة، فدي المين فانكشنز اوف سلايفا. هناخد فكرة بسيطة عن كل فانكشن فيهم عشان لو جات لنا سؤال. واخر حاجة في الشابتر ده، لو جينا نتكلم على ايه changes of salivary glands، fatty degenerative change معناها ان جزء من الجلاند بيتم احلاله بفات سيلز، والمثال الشهير لكده الباروتيد جلاند، بلاقي باي ايج بيحصل انكريز للعدد بتاع الفات سيلز او الاديبوز تيشو. تاني حاجة اتروفي او ضمور، وبرضو عملية احلال بفايبرس تيشو او فايبروزز، بيحصل تليف في الجلاند. تالت حاجة accumulation of lymphocytes في الconnective tissue stroma. decreased salivary secretion ده بيحصل by aging، وبيحصل حقيقة كمان الناس اللي ربنا يعافينا كلنا بتاخد radiotherapy علاج بالإشعاع برضو بتتعرض لموضوع decreased salivary secretion ده، أو الناس اللي بتضطر تشيل جزء من salivary glands وهكذا. decreased salivary secretion بيؤدي لإيه؟ أو اسمها إيه الأول؟ إحنا قلنا dry mouth أو أيوة xerostomia، dry mouth أو xerostomy. xerostomy بتؤدي لإيه؟ difficulty في الـ eating، في الـ swallowing، في الـ speech، الكلام، بتعمل mucosal infection، بتعمل rampant caries زي ما شفناها في الصورة. آخر حاجة الـ oncocytes بتزيد في العدد، وإحنا اتفقنا oncocytes دي كانت موجودة لو زادت مع الـ aging ممكن تعمل لي neoplasm، may form neoplasm in old age. Okay. Thank you يا دكاترة، إن شاء الله كده خلاص شابتر سليفي جلانس خلص، وأشوفكم بإذن الله في المحاضرة القادمة. Thank you.